فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة حقل ألغام زرعته ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن في الطرقات الفرعية غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة، وعثرت القوات المشتركة على حقل الألغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيات عندما حاولت التسلل إلى الخط الرابط بين الخوخة وحيس والخطوط الفرعية في القرى المجاورة غرب المدينة.